بسم الله، احنا اخدنا الابديت، هناخد المرة دي الديليت. ممكن ناخد كده كوبي من اي روت او اي روتر كده، وبدل بس الاي دي وعلى بدل بوت طبعا هتبقى ديليت، وبدل هنا ابديت هنخليها برضو ديليت عشان يبقى اليو ار ال او المي بعد الاي دي سلاش ديليت، هيبقى بالنسبه لي عرفت ان انا هشتغل على الديليت. وهنادي على الفانكشن اللي عاملها، بدل كاستمر اندرسكور ابديت اخليها كاستمر اندرسكور ايه ديليت، واروح على الكنترولر اعمل نفس القصه في الايه في الديليت. خدت كوبي من الابديت وهغير اسم الفانكشن، بس بدل ابديت اخليها ايه، اخليها ديليت. خدوا بالكم من حاجه، احنا كنا استنى فايند باي اي دي اند ابديت، ممكن تستخدم برضو فايند 1 اند ابديت، ودي افضل فايند 1 ابديت، ونفس الكلام برضو فايند باي اي دي اند ريموف، في برضو ممكن تستخدم فايند 1 اند ريموف. الفرق ايه بس؟ انك هتبعت شافر الاي دي اللي احنا بعتينه ده، هتبعت بس جيسون تقول له الاندرسكور اي دي كولون اي دي الريكوست دوت بارامتر دوت اي دي، وكذلك في الابديت في جمله مين، في جمله الابديت. فجربوها انتم، احنا نجرب واحده وخلاص مش مشكله، الفكره اهم حاجه توصل. وطبعا في حاله الايرور هنريترن الايرور، في حاله ان هي سليمه ومفيش فيها مشكله هقول له في الريسبونس دوت سند، هقول له كاستمر ديليتد، وبس كده احنا خلاص ظبطنا الايه الديليت، ما فيهاش اي مشكله. تعالى ايه نجربها ونتستها من البوست مان، اخدت كوبي كده من الابديت وعملت ريكوست جديد اسميه الديليت كاستمر، واحطه تحت تبع الكوليكشن بتاع البنك، واقول له سيف، وعملت بيست اليو ار ال بتاعي، لا مش الكود، اليو ار ال، ماشي ممكن نكتب بس كده اوله مش مشكله. ماشي كاستمرز ما جابتش، لوكال هوست، وعلى البورتر اربع ثلاثات، ايوه اهو موجود، اختار اي واحد كده في اي اي دي، واعمل بس بعديه سلاش ايه بدل ابديت هخليها سلاش ديليت. وتعالى نعمل ايه، طبعا نظبط ان الطريقه هي عباره عن ديليت، ناخد الاي دي نتاكد الاي دي مظبوط، مثلا الاي دي بتاع حسونه، تعالى نعمله بيست، وتعالى نعمل سند، قال لي كاستمر ديليتد، اشيك بس على الموج دي بي ان الكلام ده حصل، اعمل ريفريش، فعلا اتحذف عندنا من ايه من قاعده البيانات كده الديليت في الكرود اوبريشنز بتاعتنا خلصت، ما فيهاش اي مشكله. احنا بس كنا بنتست كده العمليات الاساسيه في الام في سي ونشغلها مظبوط. طبعا بيقول لي فايند 1، يا ريت تشتغل على فايند 1 ان ابديت، ويا ريت تشتغل على بتاع دوت فايند 1 اند اند ريموف او اند ديليت، او استخدم اليوز. فانا هستخدم اليوز ده، لكن انتم اشتغلوا بالفايند 1، سيبها لكم انتم تجربوها، لان ده كان بالنسبه لنا كان اكزامبل بس نوضح فيه الكرود اوبريشنز على كوليكشن عادي معتاد. المره الجايه ان شاء الله هنعيد الكلام بتاعنا بقى على الكوليكشن اللي كنا عملناه بالنوك اوت وظبطنا فيه الشغل بتاعنا اللي هو معقد شويه وفيه اري وفيه وفيه وفيه، عشان نتاكد ان كل حاجه ايه، ان بدانا نطلع بشغل ادفانسد شويه ما بقاش نطلع بيه من اول مره كده. هو ما بقاش في اي ورنينج مسج، عشان بس يوز فايند ده يوز فايند، لكن انت ممكن تشتغل بايه بالفايند 1 اند ريموف وفايند 1 اند ايه اند ابديت، عشان الحته اللي احنا زودناها دي ما تضيفهاش انت.